السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي، معكم أسماء من قناة أسماء للطبخ أسماء كويزين. اليوم إن شاء الله كما وعدتكم جيتكم بوصفة فخارة اللحم على الطريقة التركية، اللي هي عبارة عن لحم يطيب في الفرن مع تشكيلة من الخضار، من بعد في الأخير راح يتغطوه بعجينة وتقدموه بهذا الشكل فوق الطاولة. يعني تقطعوا هذه العجينة بهذا الشكل وتقدموه ان شاء الله وتناولوه، يعني تستعملوا هذيك العجينه كخبز بما انه راح يطلق مريقه هكذاك. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتناولوها بالصحه ولهنا. وبالنسبه لهذه الوصفه راح نحتاجوا الى قطع من اللحم، من الافضل انكم تستعملوا لحم الغنم. حين نحتاجوا الى حبه طماطم مسكرفجه بهذا الشكل، حين نحتاجوا الى تشكيله من الفلفل، زروديه ولا جزر مقطع كبير، زوج حبات بصل صغار مقطعين، 3 سنينات ثوم، طماطم. بالنسبه للزينه حين نحتاجوا الى طماطم مع فلفل اللي كنت احتفظت بهم على جنب، وحين نحتاجوا الى بطاطا، ويمكن اضافه تشكيله الخضار اللي تفضلوها نتوما. بالنسبه للتوابل حين نحتاجوا الى قزبر، نحتاجوا الى كمون، نحتاجوا الى فلفل عكري ولا بابريكا، نحتاجوا الى ملح، قرفه، فلفل اسود و ليزيرب دو بروفانس، نحتاجوا الى زيت الزيتون مع دبس الرمان. راحين نبداو بسم الله بتحضير التتبيله. كما شفتوا في اناء كنت سكرفشت حبه طماطم، ضفت عليها شويه زيت الزيتون ونضيف عليها شويه دبس الرمان. والاخوات اللي ما عندهمش دبس الرمان ولا ما يقدروش يتحصلوا عليه، يمكن انكم تعوضوه بعصير الليمون. اذا ما عندكمش الليمون عوضوه بالخل، لانه دبس الرمان فيه حموضه، يعني هو عباره عن خل. هذيك الحموضه نقدروا نتحصلوا عليها في الخل ولا نتحصلوا عليها في القارص، اللي راح تساعد اللحم تاعنا يطيب بالخف، ويعني يدوب يجي زبده بعد ما تطيبوه. انا هنا قلت لكم هذه يعني تشكيله التوابل انا اخترتها، نتوما تضيفوا واش تحبوا. كنت خديت شويه من ليزيرب دو بروفانس، يعني هنا ما ولاش تركيا بما انه ضفت ليزيرب دو بروفانس، مي انا هذه يعني هذا هي تشكيله التوابل اللي نحبها. ضفت شويه فلفل الكحل، نضيفوا شويه قرفه، نضيفوا شويه فلفل عكري، راح نضيف شويه كمون، ونضيف شويه من القزبر. وما ننصحكمش يعني انكم تكثروا بزاف التوابل، يعني ضيفوا كل حاجه غير هكذا راس المغرفه حتى تنكهوا اللحم والخضره تاعكم برك، لكن ما تغطيوش على النكهه تاعو، يعني ما تكتروش توابل حتى تغطيو على نكهه اللحم. انا قلت لكم هذه الوصفه يفضل انكم تستعملوا لحم الغنم. الاخت اللي ما تحبش الغنمي تستعمل البقري، اللي ما تحبش اللحم كاع تقدر تستعمل الدجاج، لكن راح ياخذ لها مده اقل في الطياب. انا هنا يا خلطت التتبيله تاعي، من بعد واش راح ندير؟ راح نضيف عليها طرف تاع اللحم بهذا الشكل، نملحو، يعني ملحو مليح، ما تنساوش انه اللحم يحب شويه ملح، وتانيك الخضره، يعني ملحو قيس اللحم والخضره في نفس الوقت حتى يطيب لكم كلش كيف كيف وتجي الماكله تاعكم بنينه، ولكن ما تكتروش حتى ما تجيكمش مدسوسه. من بعد ما خلطت اللحم تاعي في هذيك التتبيله، راح نضيف عليه تشكيله الخضار. لنعاود لكم، انا يعني شخصيا اخترت جزر، اخترت فلفل الوان، كان عندي الخضر الاحمر والاورانج، اخترت طماطم، اخترت حبه كبيره تاع بصل مقطعه كلش مقطع كبير، اخترت ثوم، وتانيك البطاطا اللي راح نضيفها من بعد. انا اول حاجه خلطت هذيك الخضره مع اللحم تاعي مع بعضهم حتى هذيك التتبيله تتداخل في كامل المكونات. من بعد نضيف اللحم اول حاجه في الصينيه تاعي، ونضيف عليه هذيك الخضره من الفوق. بالنسبه للاخوات الحين يضيفوا البطاطا كبيره، ينقوا حبه بطاطا ويقسموها على 4 ويزيدوها في هذه المرحله. واذا خفتوا تدوب لكم كيما انا استعملت هذيك بطاطا صغيره، يعني كان طفتها دوكا ما راحش تشد لي 3 سوايع في الفوق، راح تدوب لي كامل. واش درت؟ قليتها كيما راكم تشوفوا معايا هنا في الفيديو، قليتها وراح نضيفها دوكا. انا هنا خدالي اللحم مده 2.5 سوايع الى 3 سوايع على يعني فرن مسخن على درجه 220 ولا 230 درجه مئويه. قد ما عطيتو له وقت في الطياب قد ما راح يجيكم بنين وراح يجيكم دايب زبده. هنا من بعد ما شفت اللحم تاعي خلاص طاب لي بنسبه 100%، الخضره اكيد طابت. في هذه المرحله راح نضيف عليه
البطاطا اللي قلت لكم كنت قليتها، حبيبات صغار تاع البطاطا، راح نزيدهم دوكا، نخليهم يكملوا الطياب تاعهم في المرقه هذيك، وتانيك رايحين يشربوا لنا هذيك المريقه ويتنكهوا بنكهه اللحم والخضره البنينه. من بعدها انا مش راح ندير، راح نغطيه باستعمال عجينه. في الفيديو السابق اللي راح نخلي لكم رابطه في صندوق الوصف، كنت حضرت معكم الفطائر اللي راهم يبانوا لكم هنايا في الفيديو هذه. واش درت؟ خليت قطعه صغيره من العجينه خليتها على جنب، وراح نستعملها دوكا باش نغطي بها الفخاره تاعي. هنا بالنسبه للاخت اللي حبت تدير لو ميم منو، يمكن انها تستعمل هذه العجينه وتحضر الفطائر في نفس الوقت. الاخت اللي ما حبش تقدر تستعمل اي نوع من العجينه تفضلوا، ولا متعوده انها تخدم به. من بعدها انا واش راح ندير؟ راح نبسط العجينه تاعي، نغطي بها الفخاره، ندهنوها بصفار البيض ولا بالحليب كما راحين تشوفوا معايا. انا حبيت وتعمدت اني ندهنها بالحليب، لانه في بعض الاخوات ولا في بعض الناس اللي عندهم الالرجي لولاد الدجاج، الوغ دائما يحيروا باش يدهنوا الفطائر ولا يدهنوا الخبز تاعهم. نقول لهم انه البيض يمكن انه يعوض بالحليب، وحتى تقدروا تعوضوه بالماء في بعض الوصفات. من بعد كما قلت لكم ما دهنتو بالحليب، اللي تحب صفار البيض تدهن بصفار البيض، كل اخت واش حبت. يعني ندير فوقه هكذاك جلجلان مع سانوج، ونعاود نردو يطيب في فرن، يعني الفرن اللي كان فيه سخون على درجة 220 درجة مئوية حتى ياخذ لون جميل. من بعد نحوه من الفرن، نخلوه واحد ربع ساعة حتى يبرد باش كي نحلوه ما يحرقناش، ولا يعني تخلوه حتى وقت يعني الوقت تاع الفطور ولا الوقت اللي حبيتوا تقدموا فيها هذه الوصفة. تحطوها هكذا وتحلوها قدام ضيوفكم ولا قدام أفراد العائلة تاعكم، راح تزيد لو شارم في هذا لو بلا. وبالنسبه لهاد العجينه ما حيش نرموها، راحين نغمسوا بها المريقه، لانه هاد الوصفه راح تلق لنا المرقه. اي فوالا، انا هاوليك لو بلا تاعي واجد. نتمنى يا ربي انه كان عجبكم، نتمنى انه حين تجربوه صدقوني يجي هايل، يدوب على اللسان هذاك اللحم والخضره تعطي له بنه ما شاء الله. وانا لحقت الى نهايه هذا الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وسناوني في فيديو جديد غدا ما شاء الله. وسلام الى الوصفه القادمه ان شاء الله. ما تنساونيش بدعواتكم وشكرا.